رمضان ببهجته بدأه التونسيون في البالي عادات اجتماعية جديدة اكتسبوها خلال زمن الكورونا، قضت بتعديل نسق حياتهم نحو مزيد الضوابط، منها التباعد الاجتماعي توقيا من كل أشكال العدوى. وصار من العسير عليهم إذن ارتياد الأسواق بشكل مستمر أو تنظيم موائد إفطار يلتفون حولها ويقضون السهرات حتى ساعات الفجر الأولى. مش سمس نحن عاداتنا وتقاليدنا ديما رمضان فيه لما العبيات تلم بعضها، خاطر رمضان هذا صحيح برشا بالرغم الوباء اللي جانا قلقنا برشا عباد في دارها قاعدة في دارها مجموش يخرجوا والوقت كفو صغير برشا حتى 8 متاع الليل. ريح الكورونا فرقتنا معناتها ما عادش الناس باش تلم كيما قبل وواحد باش يحتاطوا يخافوا خاطر مرض وواحد وكذا. ما شاء الله ربي عادي على خير البريود هذا وكا واحد باش يعمل هذيك ما عنده حتى حل آخر. كريسي وبحذا ولتحومت وكا هو سطر ربي وسطونس والبابيت والجيل وواحد يحتاط وكا هو وربي راهو كل ربي راهو. فيروس كورونا وإن صاغ رمضان هذا العام بدعم جديد دون صلاة تراويح دون تقرب اجتماعي، لكنه أسس لتواصل أعمق داخل الأسر المصغرة في انتظار انفراج قريب. كنا فهمتني ولا نخرجوا ربما نصلوا ولا حاجة تولينا ما نتلموش راضين بينا وإن شاء الله لاباس، ما عندناش أمراض مزمنة الحمد لله. إذا كان نختاروا ما بين الحاجة المهمة والحاجة الأهم، الصحة أهم راه أهم من لما. إذا كان جاتنا تو ظروف صعيبة شوية نحن يلزمنا نجاريو الظروف هذية وإن شاء الله ربي يعديها على خير بالنسبة للكورونا هذية، ولما راي لما إذا كان باش تضر تولي مش لازم منها خير. حانيين وناكل والحمد لله اللي كتب من ربي، نمشي الخبز كل 3 أيام نمشي الخبز نحطه في الكونجيلاتور كي وفالي نمشي خبز آخر ونطيبوا اللي كتب من ربي عاد شبيه. فما ظرف يلزم واحد يحترمه. أنا شهر ونص ما خرجت من داري أول نهار خرجت. وإذا كل هذا تصير وسائل التواصل الاجتماعي بما توفره من لقاءات افتراضية لأفراد الأسرة الموسعة ودروس دينية ونحوها تصير بديلا خلال هذا الشهر الكريم، تخفف ضوابط الحجر الصحي الشامل والموجه لاحقا، وبما تكفله أيضا من فرص إيجابية للتنسيق لفائدة مبادرات خيرية تساعد المحتاجين.